اوعى اوعى انا كان نفسي اطلع كاوبوي. اوعى شكلها فاضيه. فين نيتي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا رب تكونوا بخير يا محاربين. انا علي وانا عمر. النهارده بقى يا جدعان جايين لكم فيديو ايه ده؟ تحدي. ده تحدي ايه دي؟ تجربه جايين لكم بقى يا جدعان بتجربه يا عم ركز. جينا لكم بالكاراتيه اللي بيكسب. يلا بينا نجرب. استنى بس. الكاراتيه ده بيكسب يا جدعان. العلبه دي مكونه من 8 اكياس. انت 4 وانا 4 بس كده. ده بيتباع في السوق الكيس عامل 10 جنيه. واحد كله هياخد نصيبه. انا بس استنى بسم الله. ثواني اوعى كده. بصوا يا جدعان، هو كاتب فرحتك بزياده، وانا احترمت الناس دي. ليه بقى؟ لانهم حاطين علم فلسطين. يلا بينا نخش في التحدي. ده هو تحدي ولا تجربه؟ نقول بسم الله دي تجربه. تعالى كده قرب قرب كده. 8 اكياس اهم يا جدعان. سهل مش عارف. انت 4 وانا 4. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ خدت مصلحتك شايل الفلوس. انت راجل مش جدع. هو ليه كلهم خفاف؟ مش عارف، مفيش ولا واحد فيهم ليه خفاف قوي. يعني ده خفيف قوي وده خفيف وده خفيف قوي وده خفيف قوي. ده اللي لحد ما تقيل ما فتحش فيه صلاح. اه اه يلا بينا بقى نبدا التجربه. يلا مين هيبدا الاول؟ النساء اولا. انت اللي هتبدا. انا قلت النساء اولا يبقى انت اللي هتبدا. واحد يلا هو اللي هيبتدي بقى. ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول تجربه ونقول بسم الله. يا عم انت بتاكل ايه؟ بنفرج الناس. شكلها فاضيه ولا ايه؟ ايه ده؟ فين نيتي؟ فين نيتي؟ يا شيخ محاميه ارفع عليك قضيه. بدايه مبشره. ايه بقى الاغنيه بقى؟ طعم حلو طعم حلو. نبتدي احنا كمان. انا عايز تعويض مادي. انت يا شيخ كاتلك ايه؟ بزياده. انا ارفع عليك قضيه. ازاي بتاع كيس انا فاضي يعني؟ شايفني الا ابتدي انا بقى. ابتدي انا بقى. ابتدي يا عم. يلا. واحد. شفت بقى؟ ما هم شافوك مرض، فلما شافوك مرض ادوك الكيس فاضي. بص انا بقى. اتفرج. يا عم احنا في امتحان اتفرجنا معاك. عالكسفه اللي انت فيها يا حازم. ايه ده؟ فين هديتك؟ البتاع ده بايظ يا جدعان. هما يشوفوك انتوا الاتنين غلط. يا جدعان يا جدعان، هو فين الهدايا؟ البتاع ده ان هو مكتوب ان هو بيكسب هدايا. البتاع ده ما بيكسبش. البتاع ده ما بيكسبش. ما تصحش حد يجيبه. وايه يا عم ده تزامي كيس؟ حط لا حط الاكياس هنا بقى اللي بنفتحها وما فيش فيها هدايا نحطها هنا. كده انا فتحت كيس وعلي فتح كيس. نبدا. ده محمد. ده محمد. ده شكله مش فاضي كمان. لا لا والله ده محمد. ده شكله فيه خد من بتاعك. خد من الكيس بتاعك. انت بتعرف ده بتاعه ولا بتعرف؟ اتفضلوا معايا يا يوسف. يا حبيبي يا عم عايزين خالص بس افتح. ونبدا بالكيس الثاني. الكيس ده محمد شكله فيه ده جميل. بسم الله. اوعى يابا. اخيرا بدات تنبدا. اوعى اوعى كده. اوعى كده بدات تنبدا. اوعى كده. انا مش هجيب مع الناس بعد كده. يلا نبدا. هردها افتح على وش المتابعين حبايبي اللي بيتفرجوا. بسم الله. كده انتوا ليه بتفكرونا بتقولوا لنا روحوا ذاكروا يعني؟ ليه؟ مش فاهم ايه القله دي. يلا مش بطال. هو الكاراتيه طعمه حلو كده. لحد الان احنا كسبانين كام هديه؟ هديتين كده من اصل 4 اكياس. يعني 2 طلع فيهم هدايا و2 لا، صح كده؟ اه. انت ما بتلعبش بالحاجه. معلش احنا اسفين يا جدعان. كده احنا فتحنا 4 اكياس ومتبقي 4 اكياس. انا 2 وعلي 2. يلا بينا.
دلوقتي بقى يا جدعان احنا فاضل كيسين وفتحنا كيسين، كيسين فاضيين وكيسين مليانين، كان فيهم ايه؟ كان فيهم مسدس وعلى ما هيجيب لك السم. يلا افتح بقى. انا اللي هبدا؟ اه عشان مش قادر والله تعبان. عادي ما هم الحوامل كده بيبقى جسمهم هبل. بوم بوم. مش شايف مش شايف مش شايف مش شايف مش شايف. هو ده يا جدعان محمل وتقيل شكله جواه. لا جواه حاجه حلوه. نقول بسم الله ونفتح. وبيتك امي لو شافت الفيديو ده هتنفخني. هنعتذرلك يا ماما. هيك علينا. تعالى وري الناس كده. طب اوعى وري الناس. لا دي بتاعتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مبداش فاضي. هو انتوا شايفيني بتاع رمل فاني الطوب يعني ونقلات؟ شايفيني موال؟ هو في ايه شغل الجله دي كده؟ دي الجوائز اللي سيبناها كده. كسبنا مسدس عربية قلم. نبتدي احنا بقى. يلا بينا. بسم الله بسم الله. تعالوا يا تعالوا. انتوا قولوا لي بقى في جوه حاجة ولا لا؟ فاضي برضه. استنى استنى. حاجة هتعجبك. اوعى اوعى. انا كلمت اطلع كاوبوي. اوعى. الله. اللعبة دي جامدة قوي. اقسم بالله اللعبة دي جامدة. بص هنعمل بدل هنعمل بدل. خد انت لبس دي. انت هتضحك عليا اخويا. يا جدعان فاكرين اللعبه دي؟ تعالى كده فاكرين اللعبه دي. اللعبه دي جامده. يا عبد بتفكرنا برمضان يا جدعان اقسم بالله. مين كان بيشتريها في رمضان بعد الفطار؟ بصوا بقى يا جدعان كده يعني فتحنا المفروض 6 اكياس. من الست اكياس كسبانين 4 هدايا زي ما انتم شايفين كده. مين اللي عليه الدور؟ انت. انا اللي عليه الدور. اخر كيس اخر كيس. تعالوا انا اللي عليه الدور ونبدا ونقول بسم الله. الله العظيم شكله فاضي. لا لا كمان. ونقول بسم الله ونفتح. انت بتعمل ايه؟ نقول بسم الله ونفتح ونشوف. اللهم صل على النبي. اوعى يابا الغوشة. استنى هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه ده صحيح؟ فهمت. ايه جامد قوي والله العظيم جامدة. ولا واحد ولا 100 ولا بص هو بعينه بغباوته وشكله العكر. يا جدع يا جدع كده عرفنا ايه الهدية الخمسة. هنا مفيش حاجة تانية. واكيد انتوا عارفين ايه اللي جوه. كراتين بطعم الكاتشب. ابتدي ابتدي. اربعة اثنين واحد. ده عم ينزل. كيس ده تقيل انا سايبه لكم للاخر. يعني الكيس ده تقيل انا سايبه للاخر. اكمل لك ايه اللي فيه؟ خمن. انا ما اعتقدش في حصاله. من دوله يعني. يا حصاله يا علبه كوتشينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوعى يا زميل. اللهم صل على النبي عليا. ملك التوقعات. ها؟ حد عارف فيديو؟ عارف ان انا ملك التوقعات وانت عارفني وانا عارفك. ايه ده ايه ده؟ استنى بس عايز اعرف ايه ده. حصاله. المفروض ان دي حصاله يا جدعان. المفروض ان دي حصاله. واحد اثنين اثنين. دي بقى يا جدعان هدايا ان احنا المفروض كسبناها. نبطل اكل شويه ونعرف ان احنا بنعمل ايه. ده طمك هتبقى تموتها. هيبقى موت وخراب ديار. يلا مسدس مسدس وعربية والبتاع انت بوظتها. والبتاع ديت وقلم بس مش عايزينه. العلم العلم اهم حاجة يا كلب. خد العب شوية. حاضر. كده زي ما انتم عارفين كسبنا السوستة اللي اتلعبكت من اول شدة. وكسبنا خليك معايا بقى. السوستة اللي اتلعبكت من اول شدة والمسدس وقلم وعربية. يعني دلوقتي الكرتونة فيها 8 اكياس. 6 مليانين واثنين فاضيين. واثنين فاضيين بس كده. ونكون هنا وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. انا حاسس ان احنا اتضحك علينا اقسم بالله. والله العظيم خسارة. انا جايب الكرتونة دي ب 70 بلبل. كل بلبل راح على البلبل. يلا يلا كله كله لأجل المتابعين وحبايبنا. كله والله عشان عينكم. نهوم.
نكون هنا وصلنا لغايه الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واظبطوا الكلام، واكتبوا لنا في التعليقات افكار عايزيننا نعملها. زي ايه مثلا؟ اعمل مقلب في واحد مثلا، في انا وانت يعني، انا في مين؟ خلاص في اتنين طالما واحد متضايقان. لو عايزين نعمل جزء تاني من الفيديو دوت وصلوه لاكتر من 10,000 لايك واظبطوا الكلام. انتوا قدها يا محاربين وخلونا نشوف. 10,000 كتير ولا قليل؟ لا لا قليل قوي على المحاربين، ده احنا عندنا 300 وين حاجه 1000. بقول لكم ايه؟ الفيديو ده يوصل 15,000 يا اسطى، انت هو 20,000 لايك. بس كفايه كده بقى، قلت لي وصلنا لغايه الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وسلام.